السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني. اللهم صل محمد. اللي بيزرع في طرق كثيرة وفي طرق بسيطة لا يعني ما شاء بسط عنها. بس الحين هذا سوي تذكيركم. الحين واحد اللي بيزرع هذا سدر. شو السدر هذا؟ انا بقول اليوم بجيب بذر غاف بس نسيت. شو هذا سدر؟ بذر صاحب. يا الحين نبي الحين نسوي نفس السيارة هاي جميلة. حصلها أجر. في طرق كثيرة. ما شاب صدعنا. عن هذا السدر. في مكان قدام هناك في ماي. ليش أنا ما أشيل البذر هذا معه؟ مثلا أقول بسوي رياضة، البس لبس رياضة مثلا. أو حتى خاطف يعني. أجر فيه. تزرع لي في الشيرة. أجر عظيم. بس المكان قدام هناك بصور لكم. بس وقف التصوير. إن شاء الله. شوفوا في أماكن كثيرة واحد يبقى. شوف هاي منطقة خالية. شوفونا كيف؟ شوفوا. هاي خالية. أنا ليش ما يبي البذر؟ أطاع وين الماي كثير. مثلا شوف كيف هني ماي هناك كثيرة. أحط البذر هني. أفتح أنا شوي أهم شيء الجلد عشان الماي يوصل بسرعة. حطيت بذر هني. عقب تطلع الشيارة هني. تنقل تعطي جمال تعطي منبر وتعطي في اماكن وايد عندنا صراحة. يعني اذا كل واحد سوى الطريقة هاي يحصل اجر كثير عند رب العالمين. وزرعني وحدة شي مشكلة. بزرعني ننجح هذه وحدة تنجح ما نجحت الثانية تنجح هذه. رطوبة شوف رطوبة على هني ما وتخضر بلادنا. بزيد نسبة الأشجار اللي منها فايدة. شوف هذا مهني هني واصل مشوكة. هاي النزل هاي بطلت أنا. لكل واحد سوى هالطريقة. شوفوا في التصوير انت وصلنا له هني كذلك مايها. يعني كل واحد زرع. شوفوا هاي مبروك هالغافة. شوف جمالها. شوف بالله هاي غافة ثانية بعثني زرعني بالنص بين صدره. هني ما كثير. شوف كيف السدر بعد هذا اللي طريقة تبطل طلع البذر اللي فيه. صالح اللي عنده فيه مادية يبيع العمال علمناهم وبطلنا كميات كبيرة منه. نزرع خلال يومين ثلاثة أيام بيطلع إذا هو مبطل القش اللي فيه. نفس الغافة متقصة طرف السائل لازم ينكسر. شوف كيف هني كله من سماي. هذا الشيء أنا طلع ما حد بيها ما حد يغطيه. يعني شوفوا هاي منطقة خالية كان مزروع الشير. والله ما أعرف شو مشيها من الشير محلي. لو محلي كان طلع في حيد ماي. شوفوا هني والحمامة حيد ماي. أحل كل واحد يعني شو مشكلة عنده يشيل بذر. بذر مكون. شوف هذا بيب. ها شوف الماء كيف ينادي. انا ازرع عنده. كل واحد طالع يا يمشي يحصل له ماي يزرع الشيره. ها نذكر احنا نذكر. هاي تذكير اذكرها ان الدكاتره تنفعه. مسلمين شوفوا رغم اني اشوف كيف هاي حلمة عنده يوصلها. وبتطلع بتغادي الشارع عود هني بتظلل ياكل من الطير ياكل من في بعض المكان قدام.
نروح الثلاث اربع ما عندك مشكله. فكم شيء يعني كله بيكون ضليل، شيء يعني ضليل، كان فيه من الاجر، كان فيه من الشيء هاي، يعني هذا ما شايف سطح. يعني انا كل يوم بمشي وبلقط لي بذر غاز وين حصل سدر بلمع بذره، بعد الكسره طلع البذره اللي فيه عرف انه ضمنها ثلاث اربع ايام تطلع. اما اذا سدي لا تتاخر كل شيء تكملها 20 يوم. هو شمسي يوميا بيزرع لي 40 50 شتله يوميا. خلال الشهر كم بيكون زارع؟ خلال السنه كم بيكون زارع؟ هذا شخص واحد منطقته حوض يمشي ويحصل ماء وغيره، دني حط له سدره، حط له غافه، كم بيحصل اجره؟ كم الكميه اللي بتكون ناقبه؟ هذا شخص واحد. وباكم اذا كان اشخاص كثيرين ماشي ما في عنا. يعني شوف كم كملت الحين 6 دقائق، انا طاح 6 دقائق بعد اصور. لو جاهز البذر بعد ما بسوي سيده بعد اقل عن نص الوقت. انا وقفت سياره مشيت وصلت المكان هذا. فنرجو من الجميع، ها طعمكم انا مزرعون ماشي بسيط. يعني لا يقول كيف ازرع، لا يبلع حط لازم اشتري ويزرع، حط بذرني سدر موايد الحين، بذر سدر حتى وايد سدر، يجمع بذر سدر معه ويوزعه ويعاود الطريقه. اي حد كل ما يسعى ويعلم غيره وغيره يقول له سوي كذي بس ازرع، كم الاجر عنده عام يقول له شيلها وازرع، بيزرع وكم بالاجر. يا ربع شيل البس الرياضه وتمشوا اي مكان، باكو مكان في شوف يجمعون يسولفون ويزرعون بذر، حصلوا اجر، انفعوا بلادهم، خضروا بقعة، يعني شيء لا يعد إحصاء. وهي صالة رياضة سوالف. فنرجو الجميع اللي بلده يسوي كذي شيء بسيط، بنزيد من الخضار عندنا في بلادنا ومنطقتنا، وكلنا يبى البراد، وكلنا يبى اللي هو النظيف، وكلنا يبى تخف الحرارة، كلنا يبى شيء جميل. ثلاث سيارة مبروك، وسمحوا لنا على الإطالة.